السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ ممدوح البيطار. اليوم درسنا هو ما نو موجه للطلاب، اليوم هذا الدرس موجه للأهالي. طبعا هذا منهاج الصف الأول، وأنا راح أشرح لكم وأعطيكم ملاحظات عن هالمنهاج. في كتير ناس عم يقولوا لي إنه نزل ملاحظات أو شرح لهذا المنهاج الجديد اللي نزل. طيب منبلش بالدرس الأول اسمه هيلو. هلا هون عنا رقم واحد تريس، يعني هون واضح يعني انه الطالب بده يعمل خط، يعني هون بهالشكل، يعني لازم ما يطلع الطالب من هدول النقط. ماشي، كمان نفس الحكي هون، يعني بدها تروح القطة عند السمكة والأرنب عند الجزرة والفار عند الجبنة والخروف عند الحشيش. هاي واضح. رقم 2 تريس، كمان هذا هون انه بدنا نعمل خط لحتى يقدر يوصل للموزات. كمان هذا الطالب بيشوف انه كيف مشان يوصل للموزة. رقم 3 listen and match. listen and match يعني listen استمع and match ووصل. اوكي طيب، هلا هذا انه استماع، هذا بيكون انه على ريكورد انه الطلاب بيسمعوا وبيوصلوا. انا راح اقول لكم الاجوبه. good morning، وقت الواحد بيقول good morning يعني صباح الخير، فالجواب بده يكون good morning يعني كمان صباح الخير. how are you يعني كيف حالك؟ فالجواب شو بده يصير؟ I'm fine يعني أنا منيح. What's your name؟ يعني شو اسمك؟ I'm Mary يعني أنا ماري، أنا اسمي ماري. Goodbye goodbye، هاي كمان وقت اللي بقول goodbye إنه وداعا، هاي بنستعملها نحن باي نفسها إنه وداعا. هيك بنكون انتهينا من الدرس الأول. الدرس الثاني هو my classroom يعني أنا الصف. ماشي، الصف classroom هو الصف. بنرد بنرجع رقم مثل رقم واحد الدرس الماضي trace، يعني نحن بدنا نوصل بشكل دقيق، يعني بدنا نخلي الطالب إنه يوصل بشكل دقيق. هاي المهارة مشان تعودوا للطالب إنه يعني يستعمل القلم بدقة. ماشي، ما لازم يطلع برات هالخطوط المقطعة الطالب. أوكي، عنا رقم 2 listen and match. listen and match هون في عنا كلمة وفي عنا شكل، هون بده يحفظ الطالب الكلمة والشكل. رقم 1 هو book، هو كتاب. هذا table، table يعني شو؟ طاولة. اوكي، table طاولة. desk، desk هو هذا المقعد، desk هو المقعد. bag، bag هي الحقيبة. pencil قلم الرصاص، هذا هو قلم الرصاص. التمرين اللي بعده listen and circle، يعني هو بده يسمع الطالب وبده يحط دويرة حوالين اللي بيسمعه. طيب It's a book، إنه كتاب، يعني بده يحط دويرة على الكتاب. هون بتكون إنه تلاحظوا شغلة It فاصلة S، هي شو هي؟ It is، It is. هون بدنا نعلمه للطالب إنه يقولها It's a book، It's a desk، It's a desk يعني هو مقعد. It's a bag، إنها حقيبة. ماشي، It's a pencil يعني هو قلم رصاص. طيب عنا رقم 4 هون match and say، يعني بدنا نوصل وبدنا نقول اللي عم يشوفه الطالب. bag بده يوصل لهون، table بده يوصل لهون للطاولة، بنسل بده يوصل لقلم رصاص،
ديسك بده يوصل للمقعد. الدرس رقم 3 in the classroom، يعني بقلب شو الصف. listen and tick، ماشي، يعني انه تك بدك تحط اشارة على الصح. sit down، اجلس، يعني هاي هي بدنا نحط اشارة انه هاي الصح. اوكي، sit down، اجلس. open the window، يعني افتح النافذة، افتح النافذة. come here، يعني تعال. close the door، يعني أغلق الباب. اللي بعدها رقم 2 count and color. count and color، count يعني عد، and color وشو لون، ماشي. بده يعد هو 5، 5 حرف الرقم 5. 1 2 3 4 5، يعني هون بده يعد للرقم 5 ويلون. رقم 3 هو 3، 1 2 3 4، 1 2 3 4 وهكذا، ماشي. 1 2، اوكي، هون بده يعد ويلون حسب ما نو موجود الرقم. رقم 3 count and write the number، ماشي، هون بيعد مثلا النجمات 1 2 3 4 5، هون بيكتب 5، هون عنا 1 1، هون عنا 4 4 وهكذا، اوكي. طيب هون عنا بيعلمون اول حرف هو حرف ال L، ماشي، ليمون، ليمون يعني انه ليمون، اوكي. هون بيعلموكم انتبهوا على كتابة هذا الحرف. هلا نحن هذا مثل دفتر اللغة الإنجليزية، في له خطين وفي هون خطوط متباعدة، فنحن بدنا نبلش من فوق لتحت بعدين هيك، أوكي، من فوق لتحت وبعدين على اليمين. هذا حرف ال الكبير، ماشي، وفي عنا حرف ال الصغير كمان من فوق لتحت وإله شرطة صغيرة. الفرق انتبهوا بين الحرف الكبير والحرف الصغير انه هذا له شرطة كبيرة، هذا له شرطة صغيرة ومعكوفة شوي، اوكي؟ هذا الفرق بين الحرف الكبير والحرف الصغير. رقم 5 listen and match، listen and match يعني بده يسمع لحرف ال L، اوكي، وشو يوصل؟ اكيد هو راح يكون ليمون، اوكي، هي ليمون. طيب رقم 4 a boy and a girl، يعني ولد وفتاة. look and tick، يعني انه انظر وحط اشارة على الصح. he's a boy، he's a boy يعني هو شو ولد. he's، هاي انتبهوا انه فاصل اس هو he is a boy، ماشي، بس بنلفظها he's a boy، he's a boy. طيب she is a girl، she is a girl، هون بنحط لها كمان انه اشارة لانه هي فتاة. طيب count and circle the right number، يعني هون بده يشوف، هلا مثلا عندنا كتاب، قلم، برتقال، وفي عنا تفاح. هلا هون عنا يعني بده يعرف انه كم كتاب، اوكي. يعني هون بده يقول 3، هون عندنا مثلا القلم 1، هون على الطاولة في واحد وفي بإيده واحد، ف انه عندنا 2، اوكي. طيب اللي بعده رقم 3 نمبر 3 match and say، يعني وصل وقول، يعني قول الجملة توم از ا بوي، توم از ا بوي، ماشي، هو انه طبعا بدنا نوصل لهون ماري از ا جيرل، يعني انه هي فتاة. طيب رقم 4 color what you are then tick، يعني انه اول بدك تلون
انه شو انت، يعني ولد او بنت، يعني الولد بيلون الولد والبنت بتلون البنت، بعدين بتحط اشارة، يعني اذا كان ولد فبيقول I'm a boy فبيحط اشارة، او هون I'm a girl او بتكون بنت، اوكي، وبيلونوها. listen and draw، يعني هون استمع و ارسم، ماشي. هون عندنا حرف الاو، اورانج، اورانج هو البرتقال. بدنا ننتبه هون حرف الاو كيف عم يصير. عفوا، هون بدنا نبلش من فوق، انتبهوا هدول اللي فيهم شرطات، من فوق دويرة ومن فوق دويرة وبكمل الولد. طيب هون عنا بدنا نكتب حرف الاو، ما مثل حرف ال هون بنبلش من فوق، بنحطه بين هدول السطرين. انتبهوا، حرف الاو هذا حرف الصغير، حرف الكبير منبلش من فوق، حرف الصغير منبلش من تحت فقط، اوكي. هون عنا رقم 7، circle the letter O، يعني هون بدنا نحط انه دويرة عن حرف الاو، انه بيصير يكتب دويرة، اوكي. كثير سهل هذا، بعتقد انه واضح. طيب هون عندنا رقم 5 هو مراجعة، اوكي، مراجعة انه للمعلومات اللي سبقت، اوكي. هون هدول بنعرفهم انه عندهم هيلو، هاو ار يو، جود باي، واتس يور نيم، اوكي. وهون بدنا نحط انه الحرف ليمون ال، او مثلا اوليفز او، اوكي. طيب عندنا الرقم 3 هون، ريد ذن تك، صح او كروس، خطأ. هاو ماني اوليفز، هذا بنستخدمه للسؤال عن انه العدد، هاو ماني، اوكي، اوليفز كم وحده، 1 2 3 4 هني 4، بس هو خطأ، حاطين انه 5 فبنحط خطأ، ماشي. هاو ماني باكس، نفس الشيء 2 باكس، بس هون صح. واتس ذس، يعني ما هذا، اتس ليمون، يعني هو كاتب انه اتس ليمون، انه هي ليمون، ولكنها شو، موز، بنانا، اوكي، فمنحط خطأ. واتس ذس، يعني ما هذا، اتس ا بوك، يعني انه كتاب، هون طبعا هو صح. بنرجع كمان count and write the numbers، يعني بدنا نعد ونكتب الرقم. هلا هون كاتبين لنا مثال هو نحلة وحدة 1، هون بدنا نقول 1 2 3 4 5، بدنا نكتب الرقم شو، 5. كمان هون 4 1 2 3 4 بنكتب 4، 1 2 بنكتب كمان الرقم 2. help the butterfly find the flower، يعني هون انه ساعد هاي الفراشة انه تروح على الوردة، فبده يكتب الولد هون خط لحتى يوصل على الوردة هاي، اوكي. طيب trace the picture then color it، ماشي، يعني انه هون الولد شو بده يعمل، بده يحط خط من برا على هاي الرسمة، بعد انه بده يلونها، ماشي. هون يعني بده يحط انه خط على الرسمة ويلونها. طيب وهيك بنكون انتهينا اليوم لدرسنا، حاجة انه 5 دروس شرحت لكم اياها. طبعا انا رح ننزل انه درس تاني، بلش لكم بالرقم 6، بعطيكم ملاحظات مشان تعرفوا كيف تدرسوا اولادكم. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الدرس، واذا عجبكم انه اكتبوا لي بالتعليقات مشان ننزل لكم الدرس الثاني، ماشي، وكمل لكم الملاحظات وشرح عن هذا المنهاج. كان معكم الاستاذ ممدوح البيطار، هيك بكون انتهى اليوم درسنا، والسلام عليكم.